اش نقول لك، هاد السيده صراحه الله قطعت لنا في قلبنا. في الصباح خدامين جينا في الصباح عادي للخدمه ديالنا، حتى كنتفاجئوا بالسيده قتلها الراجل ديالها. كلشي وقف يده، حتى واحد ما قدر يخدم لا بالشيفان لا بالناس الاداره لا بكلشي. الجيران ديالها هادو دابا السيدات اللي قدامين معاها هنايا جاو في الصباح في ترونسبور جاو بلا بيها، ومني ساقوا داك الخبر رجعوا حتى هما في ديك الساعه رجعوا للناس اللي خدامين الله يكثر خيرهم، والناس اللي خدامين معاها عاوتاني جاو تاني هنا وشافوها كيفاش داك الحاله. ما قدرناش نخدموا ولا ندوزوا النهار ولا نشوفوا السيده طيبه طيبه بزاف وخدامه على اربعه العواول الله يرحمها ويدخل عليها الرحمات، وبقات فينا بزاف يعني. واحد السيده طيبه يعني ما تشوف ما تسمع صوتها قسما بالله، حتى في الروبو كتخدم اقسم لك منان يعني بقات فينا. صديقه در الخدمه در الخدمه كنعرفها سيده طيبه خدامه معانا وخدامه مع الناس قدامين يعني قدامين بزاف، كان اللي خمس سنين ولا ما عرفتش شحال كيعرفوها، اما انا باقا جديده يعني عاد عرفتها تقريبا شي عام ونص دابا باش عرفتها. ولكن سيده طيبه الله عمرها سلعه يعني، واحد الانسانه اش نقول لك مأواها الجنه، هذا اللي غنقدر. وخلت اربعه العواول يعني كاملين صغارين، الصغير الكبير ديالهم يمكن كنظن عنده 9 سنين، والله ما قدرت نشوف فيه قسما بالله. الصغير عنده 9 سنين في عمره، وعاديك ديك الحاله الكبير واللي شافوا في الصباح بالدم في رجيلاتهم وخارجين هيدا كيغوتوا في الزنقه. اش نقول لك يعني سمعنا جاتنا بحال الصحيقه قسما بالله يعني. والسيده خدامه على وليداتها وخدامه بالحلال، وخرج مريض مسكين ما عارفينش شنو عنده الله يكون في العون ديالو. قالوا السيد مريض كان عنده كانت ما خلص فين مشات به، ولكن القضاء غلب هادشي هذا. تصدمنا بزاف بزاف، وهي مسكينه كانت كتخدم وما كانش خدام وكتعاونوا الجيران ديالها والناس اللي خدامين ها هما. لا عاودت للسيده فاطمه كانت كتعاود لها، فاطمه كانت كتعاود لها بزاف. الجاره ديالها اليوم في الصباح مع الخمسة وخمسة وربعين دقيقة عيطت لي الصديقة ديالي ساكنة معاها في نفس العمارة. البارح خرجنا في الأربعة ونص وكنا أنا وياها واقفين صراحة الله، حتى اليوم الصباح في 5:45 دقيقة عيطت لي الجارة ديالي ساكنة معها قالت لي سعاد توفات. كيفاش توفات؟ قالت لي قتلها الراجل ديالها. صافي مشيت للخدمة ما عندي ما نقول لك، مصدومة. علمت الإدارة وجيت أنا والمسؤولين ديالنا لهنا، لقينا الجندام عطينا الأقوال ديالنا. يعني السيدة اش نقول لك الله يعمرها سلعة، درويشة طيبة عندها تبارك الله أربعة الوليدات، الكبير ديالو ما عنده 9 سنين، ستيتوا ديالهم مع 3 سنين ونص. فهمتي؟ يعني عامين ونص. لا 3 سنين ونص، كبيبرا عندها 4 سنين وشي حاجه قد بنتي. ايوا اش نقول لك، الراجل ديالها اصلا مريض الله يرحمه، دائما كانت كتقول لي راجلي مريض موكل ما خلات فين داتو مسكينه، داتو المخفي ما قالوا لها كتديه. اغلبيه كان هو كيمشي لعند الام ديالو، هي اللي كتجري عليه حقاش هي خدامه وهي كتبقى مسكينه خدامه. فهمتي؟ ومره مره كيجي كيتوحش ولادو كيجي كيشوفهم كيبقى معاها. ايوا مسكينه حتى اليوم قال لك قتلى، انا لله وانا اليه راجعون. هادشي اللي قالوا، هادشي اللي قالوا الجندام في الصباح فاش جينا، قالوا بان ضربه يعني بالموس. الله اعلم، حنا ما شفناهاش، ولكن الجندام قالوا ضربه يعني الدم خرج من تحت الباب. فهمتي؟ هادشي اللي كاين والله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور. يعني كانت من اطيب الخلق، كانت درويشه بزاف الصراحه. راه الشركه اليوم كامله وقفت يدها، كل شيء بكى، كل شيء تالم، كل شيء وقف يده، حتى شي واحد ما قدر يخدم. كانت درويشه عمرها ما كانت كتغيب، دائما مسكينه كتقول لك انا راجل عندي مريض والعواول عندي صغارين، مخا كتكون معدومه كتمشي تخدم. اي والله يرحمها ويوسع عليها. هادشي اللي كاين، هاد السيده الله يرحمها ويوسع عليها سعاد خدامه معايا، انا كنقيل معاها بعض المره كندوزو 9 سوايع، بعض المره كندوزو حتى 11 ساعه، وانا وياها في طبله واحده، هي مسكينه كتنقي الشغل وكتعطي لي انا كندوزو. يعني هاد السيده عمرنا ما شفنا فيها شي حاجه ديال الترافيك، عمرنا ما شفنا فيها شي حاجه ماشي نورمال. هي كانت مدوزها في راسها وفي صحتها باش كتكبر ديك الدراري مساكن، ديك اربعه الاولاد كتصاوب عليهم تقاتل عليهم، تنوض في الصباح تهبطهم واحد المسافه بعيده باش تهبطهم للحضانه وتركب، وعمرها ما غيبت. هاد النهار جاتنا غريبه انها ما كايناش في البارادة ديال الترونسبور.
تسمعنا داك الخبر هذاك، مشينا للاداره نفس الهضره اللي قالت لك السيده، جينا عاود رجعنا من الاداره، رجعنا لهنايا تاكدنا، عطينا الاقوال ديالنا للجندرم. هاد السيده مسكينه شنو نقول لك، لواحد الحاله الماكله اقسم لك يمينا كعمرها كلات الربو كامل في هذا، دائما كتاكل واحد الشويه وتنوض تجري تكمل الخدمه ديالها، باش الا كان عندها روطار تحيده ولا كان هذا باش ما يجريوش عليها من الخدمه ولا شي حاجه فود على ود ولادها. وهاد الراجل كانت كتعاود عليه غير خير، كتقول لك انا كان معايا مزيان ما كانش مخدمني قبل ما يمرض، منين مرض داته للطبيب النفساني جرات به تاع عيات في الطبيب النفساني، قال لها ما عندوش الدواء في الطبيب النفساني. عاود بقات الام ديالو هي منين بقات عيات مسكينه وناضت تخدم، الام ديالو كتكلف به، هي كتعطيه الفلوس كتكسيه، هو كيمشي كيمشي يتبع داك الشيء ديال الرقيه الشرعيه وديك الشيء ديال كيمشي يشرب شي الا سمع شي عين كداوي كيمشي يشرب ما وديك التخربيق. هادشي اللي قالت لنا هي الله يرحمها، هي كانت كتقول لنا هادشي. وش نقول لك، كانت من اطيب الخلق، الا كانت كتضحك ما كيقهرها الزمان كتبكي وهي دائما مسكينه غادي هكا كتصاوب. وكنقول ديك الناس اللي في الفيسبوك الله يهديهم الله يهديهم، ملي كيسمعوا شي مرات قتلت قتل راجلها كيبقاو يهضروا كيقولوا شي حاجه ما كايناش. يتقيوا الله يتقيوا الله في الناس، يتقيوا الله في الناس، راه مراه درويشه ما فيها حتى شي حاجه، حنا كنعرفوها اعز المعرفه. انا كدوز معايا 11 ساعه وكدوز معايا حتى 9 سوايع للرب، وحنا في الطبله وحده بحال عائلة، حنا كندوزو أكثر من اللي كندوزو في ديورنا كندوزو في الخدمة. والناس كتقول شي حوايج الله يهديهم، هذيك السيدة إن اللي رجع مشات عند الله، وهذا الشيء اللي قدر لها الله. وديك السيد إلا كان مع عند الله اللهم لك الحمد كانت مع عند الحق مع عند العبد، إلا كان بصح كانوا هو كيقول لك كانوا موكلين ولا شي حاجة وهي براسها كانت كتقولها، إلا كانوا هذا الشيء بصح الله ياخذ حقه حتى هو وديك الأولاد ليهم الله. هادشي اللي كاين كان ليهم الله سبحانه وتعالى. هي كانت مهووسه بشي حاجه سميتها ولادها، مهووسه بشي حاجه سميتها ولادها، ما كتشي حوايجها دائما كتلبس من القديم ولا ما عندها سوق في راسها بصفه نهائيه. الناس اللي كيعرفوها راهم غيسمعوا هاد الهضره غيعرفوني كنهضر على صاور، اما الناس اللي غير كيشدوا يهضروا وكانت هاد السيده سيفتها ديال شي حاجه فيها الترافيك حنا ما يشرفناش نجيو حتى العزو ديالها. ولكن هذا الشيء اللي قدر الله ونطلبوا لها الرحمه والمغفره ويسكنها على الفردوس، هذا الشيء اللي كاين كنتمنوا.